السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة مورو نيوز. بعد حملة المقاطعة الشعبية لحليب سنترال، أعلنت إدارة الشركة بالدار البيضاء عن ما اعتبرته إنصاتا إلى الأسر المغربية، وأطلقت عروضا وصفتها بغير المسبوقة في شهر رمضان تهم مجموعة كبيرة من منتجاتها. وقالت الشركة إنها تعلن عن عروضها على إثر رسائل الأسابيع الأخيرة بخصوص القدرة الشرائية للأسر، وهي جزء من حملة تبعث رسائل صلح إلى المستهلك والعودة إلى العلامة التجارية سنترال. وقال بلاغ الشركة إنه بعد إطلاقها يوم 24 ماي عرضا خاصا بنسبة 20% على اليوغورت والمحليات يتجلى في منح كأس مجانا عند شراء 4. تقدم سنترال دانون اليوم 15 ماي عرضا إضافيا، ويخص العرض الحليب المبستر الطازج زين بلادي والذي سيكون متاحا لدى 75,000 بقالا على أساس أن يباع ب6 دراهم للتر بالمتاجر فقط وفي حدود المخزون المتوفر. وقالت الشركة إنها تشتغل يوميا من خلال سلسلة تزويد مغربية 100% بمجموعة منظمة بطريقة فريدة من نوعها في السوق، وتتسلم الحليب مباشرة من 120,000 مربي البقر من كل الجهات المنتجة للحليب بالمغرب. وذكرت أنها تشتري الحليب من المربين بسعر معدله 3.60 درهم للتر، ويخضع لاختبارات الجودة قبل البستارة والتعبئة. شكرا على حسن المتابعة، لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة. شكرا لكم احبتي.